مرة تانية ولازلنا في الكرة، ولكن الكرة المصرية بقى في قطبيها، الزمالك والأهلي، الأهلي والزمالك. نادي الزمالك وجه دعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي إنه اتفضلوا نورونا في قلعتنا البيضاء، وده شيء أكتر من رائع، مش غريب، خد بالك، لا غريب على الزمالك ولا غريب على الأهلي. يعني الدعوات المتبادلة بالنسبة لي ده شيء مش غريب، هو الغريب إنه كان يبقى فيه شكل من أشكال القطيعة، لكن ما حدث هو ده الشيء الطبيعي. ولكن بعد فترة ما يمكن تكون فيها بعض الشد والجذب، فترة ما كان يمكن فيها شيء من التوتر أو كثير من التوتر، صفها كيفما شئت، إلا إنه حصلت الدعوة. والحقيقة إنه الأهلي خد قرار إنه يلبي الدعوة ويذهب لزيارة القلعة البيضاء، وده شيء أكتر من رائع. قدام حضرتك على الشاشة بيان مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يبدي إنه بيلبي دعوة الزمالك، وانه هيزور النادي بكره، وانه يعني بيبدي اعتزازه الشديد ويؤكده على العلاقه ويؤكد على العلاقه الراسخه ما بين الناديين. معايا على تليفون استاذ طارق رمضان ناقدنا الرياضي الكبير بالاهرام. اهلا بك يا استاذ طارق. مساء الخير يا استاذ يوسف، ومساء الخير على جميع المشاهدين، واهلا بحضرتك. كيف رايت هذه الدعوه وتلبيه الاهلي للدعوه يا استاذ طارق؟ دي تلبية الأهلي للدعوة، ده حدث تاريخي، يعني احنا منتظرين بكرة كلنا هذا الحدث التاريخي، ان كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي يدخل الى مقر نادي الزمالك تلبية لدعوة كابتن حسين لبيب، عندما قام هذا المجلس كابتن حسين لبيب ومجلسه بالنجاح في الانتخابات، بدأ اول خطوة ليه ان هو يوجه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة نادي الزمالك. لكن طبعا حضرتك عارف الأحداث اللي مر بها النادي الأهلي، سواء مشاركاته في كأس العالم أو وفاة السيد الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وانشغال النادي الأهلي بكل هذه الأحداث هو اللي أجل الدعوة. لكن غدا ده يوم فاصل تماما ما بين علاقات سابقة وعلاقات لاحقة، كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لأول مرة يزور مقر نادي الزمالك في التاريخ الحديث. كمان هذه الزيارة جاءت في موعد مهم جدا وحساس جدا وخطير جدا، احنا يمكن لاحظنا الايام اللي فاتت كان في بعض المشادات والملاسنات والخلافات حوالين صفقات وحوالين حاجات كتيره جدا، فالنهارده النادي الاهلي بوجوده مع نادي الزمالك في مقر واحد، وفي مقر نادي الزمالك تحديدا في 100 عقبه بيخلص كل هذه المشاكل. ايضا هتلاقي هذا التوقيت جاي قبل كاس نهائي كاس مصر الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، وجود الطرفين معا غدا لمناقشة العديد من الملفات ومناقشة العديد من المواقف والاتفاق، يعني زي ما بقول كده اتفاق تاريخي ما بين الاثنين على عدد كبير جدا من المتلافي الخلافات، والظهور بمظهر مشرف جدا في المملكة العربية السعودية في هذا النهائي الذي يعد أيضا تاريخيا، لأنه حضرتك عارف أن أول مرة كاس مصر أو مباراة النهائي لكاس مصر تنقل خارج مصر في إطار خطط جديدة للتسويق الرياضي والتسويق بمعناه اللي احنا نعرفه إحضار المزيد من الدخل للأندية، لأن الأندية طبيعي سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو غيره عنده التزامات كبيرة جدا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بالنسبة للأندية، فبالتالي النهائي ده أيضا جاء تاريخيا. فإحنا قدام موقف يحدث لأول مرة بين المجلسين، اتنين المجلسين هنا بينهوا كل خلافاتهم، لقاء ما بين كابتن حسين لبيب وكابتن محمود الخطيب والمجلسين داخل مقر نادي الزمالك تحديدا، برضو بيبعت رسالة كبيرة جدا للجماهير ان احنا متألفين، ان احنا متفقين، ان احنا ما عندناش اي خلافات، ان احنا بنتنافس منافسة شريفة جدا في الدوري وفي كاس مصر وفي المسابقات الافريقية، وما فيش اي خلافات ما بين الاثنين. الملفات اللي هم هيناقشوها بكرة دي مهمة جدا، لان انت عارف يا استاذ يوسف ان النادي الاهلي تحديدا ونادي الزمالك دول قطبين الكره المصريه، عندما يتفقان على خطط او على طرق لترتيب سواء بقى الصفقات او ترتيب
تحديد سقف لأسعار الصفقات، يعني السقف بتاع التعاقد مع لاعبين مثلا ما يكونش أعلى من كذا، ده لسه ده ملف مهم جدا. فبالتالي هنا بينقل هذا الملف بعد الاتفاق إلى اتحاد الكرة وإلى الرابطة. فهنا الاتفاقات اللي هتتم بكرة ما بين الفريقين أعتقد أو ما بين الناديين أعتقد إن هي هتمهد لوضع جديد داخل الكرة المصرية. أنا بعتقد كده مش بس في الكورة الحقيقة، لكن في الرياضة المصرية بشكل عام. أنا بشكرك جدا أستاذ طارق، كل الشكر أستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي الكبير بالأهرام.